يشهد الأردن انخفاضا واضحا بعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بحسب الموجز اليومي الصادر عن وزارة الصحة. كاميرا المملكة رصدت آراء المواطنين والاحتياطات التي يتخذونها بالتزامن مع هذا الانخفاض. نتابع. يبدو أن الوضع الوبائي الذي خلفته أزمة كورونا بات مستقرا حتى الآن، ففي الآونة الأخيرة شهدت المملكة انخفاضا واضحا بعدد الإصابات والوفيات بالفيروس. والله انخفاض الحالات أول شيء الحمد لله رب العالمين، لكن هذا ما بيعطيناش مؤشر إنه الإحساس بالأمان ونترك الأمور على الغارب يعني. فمفروض نظلنا إلى أن ينتهي هذا الوباء نظل محافظين على أسس السلام العام. الانخفاض هذا لم يمنع المواطنين من زيادة الحرص والالتزام باتباع معايير الصحة والسلامة العامة من تباعد جسدي وارتداء للكمامات. سلوك الشخصي يتبع الوقاية، والوقاية أفضل من يعني من العلاج. مواطنون دعوا إلى ضرورة التأكيد على هذا الالتزام بشكل أكبر للحفاظ على الوضع الراهن والعودة إلى نقطة الصفر في محاربة هذا الوباء مستقبلا. هسه زيادة الحالات اللي قاعدة بتصير هي إهمال، كانت يعني كانت الناس صافي تسيب، في صافي تجمعات فائض كثير. في الوقت ذاته لا تزال فرق مديرية الأمن العام تنتشر في الشوارع والأماكن العامة بغية الحرص على اتباع معايير باتت بديهية خلال الجائحة، لكنها ضرورية فالتصدي لهذا الفيروس بأسلوب صارم. ما زالت لجنة الأوبئة تؤكد أن الخطر ما زال قائما، وما زلنا في مرحلة الحرب ضد كورونا. السلاح الوحيد في هذه المرحلة هو ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح وفي جميع الأماكن للعبور من هذه المرحلة بأمان. أيمن الحمود، المملكة، عمان. ومعنا عبر سكايب من عمان عضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور منير أبو هلال. دكتور منير صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. دكتور، بداية، ما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض أعداد الحالات واستقرار الوضع الوبائي بعض الشيء؟ يعطيك العافية، شكرا استضافة. يعني الـ 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 يعني عدة عوامل أدت إلى انخفاض عدد الحالات يعني عندنا في الأردن، منها بداية زيادة وعي المواطنين والتزامهم بالتزام الكمامات والتباعد والغسيل الأيدي المستمر. يعني لما كان عندنا عدد الوفيات في الأردن يعني بشكل مثلا 60 إلى 90 حالة، انتشر يعني صار عندنا وفيات في كل المحافظات في كل المناطق في الأردن. فبالتالي الناس يعني في كان ناس قبل هيك يعني مثلا مش كثير مقتنعين بموضوع الفيروس، لا يعني ما شافوا يعني الأثر الفيروس عندنا في المجتمع وانتشار عدد الحالات. دكتور منير، يعني ونحن نتحدث عن الوفيات، هل تغيرت طريقة التصنيف؟ سابقا أي شخص كان مصاب بكورونا ووافته المنية كنا نقول توفي بسبب كورونا، الآن هل اختلف الموضوع ولا لا؟ لماذا تبتسم؟ لا بحكي عشان كنا نحكي النقطة الثانية الأهم اللي هي سبب انخفاض الحالات. كمان كان في تجديد من الجهات الأمنية على العدد على الالتزام بالكمامة في الأماكن العامة وعلى المؤسسات. يعني هاي نقطة كثير يعني مثلا شفنا في مثلا دول عربية دول الخليج هاي النقطة، التجديد على الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وال يعني ومنع التجمعات والتجديد على المؤسسات والأفراد كانت لها دور كبير في الحد من تقليل عدد الحالات يعني في الدول الأخرى، وكمان عندنا صار كانت في الأردن هون. فبندعو إنه يعني أجهزة أمنية وزارة الداخلية يعني تظل على نفس يعني المنوال بالمتابعة حتى إنه نقدر نقلل عدد الحالات عشان الناس كمان ظلها يعني كمان العقوبة لها دور كمان بتخفيف من التزام الناس بالإضافة لوعي الناس في هاي النقطة. يعني عدد الوفيات كان بالبداية عندنا أي شخص مثلا شخص صار عنده توقف عضلة القلب أو شخص عنده حادث سير أو أي أسباب أخرى للوفاة وكان إيجابي الكورونا كانت يعني تنحسب، لكن من تقريبا شهر إلا أشخاص اللي عندهم سبب رئيس الوفاة اللي هو مرض الكورونا هم الأشخاص اللي يعني تم حص يعني عدد مثلا احنا نعتبرهم عدد الوفيات. النقطة المهمة جدا كمان صار عندنا بعدد الوفيات اللي بنحكي فيها قلة عدد الوفيات هي يعني نتيجة قلة عدد الحالات قلت عندنا عدد الوفيات، بالإضافة إن زملائنا اللي بيداموا في يعني بيشرف على علاج مرض الكورونا في المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية صار عندهم خبرة أكثر في التعامل مع الفيروس. البروتوكول العلاجي في تحديث مستمر والحمد لله بروتوكولنا العلاجي حاليا يضاهي أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم كله. يعني فهي النقطة الحمد لله ممتاز جدا جدا يعني. فبالتالي يعني الحمد لله كل هذه العوامل والظروف أدت إلى انخفاض عدد الحالات بالإضافة إلى انخفاض عدد الوفيات.
طب دكتور، وعدد الفحوصات؟ عدد الفحوصات والله هاي نقطة يعني شوي احنا نتمنى من زملائنا وزارة الصحة انه نظلنا محافظين على عدد الفحوصات بعدد يكون عندنا 20 ل 25000 فحص. يعني اذا شفنا قبل يومين كان عدد الفحوصات حوالي 12000، فكان عندنا 1200 حالة، فهاي بتعطي طمأنينة، يعني مش يعني يمكن تكون مش حقيقية او طمأنينة زائفة، يعني بدناش نستخدم كلمة زائفة، انه لما يكون عندنا عدد فحوصات قليل لاسباب معينة فبالتالي انه بتكون عندنا عدد الحالات اقل. يعني بالامس كان عندنا تقريبا 18000 فحص وكانت عدد الحالات يعني تقريبا 2200 او 2300 حاله. لو اجرينا يعني انا بدعو انه يكون عندنا اهم شيء حتى نقيم وضعنا الوبائي بشكل دقيق جدا نقطتين. النقطه الاولى اللي هي نقوم بعدد فحوصات ثابت خلال الاسبوع حوالي 25000 فحص، والنقطه الاخرى لما نقوم مثلا هلا الزملاء الله يعطيهم العافيه بيقوم بعمل مثلا عينات عشوائيه من المولات او من المساجد، بدنا نعرف نسبه ايجابيه في العينات العشوائيه ونعرف نسبه ايجابيه عند المخالطين او الاشخاص مثلا اللي عندهم اعراض او الاشخاص الاخرين مثلا اللي بيقوم عمليه الفحص لاسباب مثلا السفر او دخول المستشفيات. بدون هاي ما نعرف الايجابيه لكل فئه على جنب ونقوم بعدد ثابت من الفحوصات لا يقل عن 25000 فحص، ما بنقدر نقيم وضع الوبائي 100% ونعرف انه احنا يعني وصلنا الى نهايه الموجه هاي او احنا في بالقرب من انتهاء من الموجه. طب دكتور، يعني بما انه حكيت عن ثلاث فئات، ما الفرق بينها؟ اذا كانت النسبه مرتفعه بالعشوائي ماذا يعني ذلك؟ اذا كانت بالمخالطين ماذا يعني ذلك؟ نعم، بالنسبه للمخالطين لو كانت نسبه ايجابي عندهم 30% او 50% يعني احنا ما بنكون كثير قلقانين يعني قلقين على هذا الموضوع، لانه الايجابي عند المخالط خصوصا افراد الاسره طبيعي. يعني حتى بالعكس انا اي شخص مخالط درجه اولى وفحص بعد يومين او ثلاث انه يعني قوم يعني لازم يكون نحجره منزليا لمده اسبوع 10 ايام لانه حضانه الفيروس من يومين ل 14 يوم، وهي كثير من النقاط اللي مش قادره تساعدنا في الاردن ان احنا يعني هذا اجراء كثير دعيت له انا، لانه هاي من الاجراءات اللي بتساعدنا انه نخلص من هاي الموجه، انه اي شخص مخالط درجه اولى خصوصا الاشخاص من افراد الاسره او الاشخاص اللي يعني قاموا مثلا بالتسليم بالايدي على اشخاص مصابين او بالتلامس الجسدي او الاشخاص مثلا اللي التقى مع شخص مصاب في مكان مغلق لمسافه تقل عن متر ونص لمده لا تقل عن 15 دقيقه. هؤلاء الاشخاص انه الفحص يوم على اليوم الثاني او الثالث طلع سلبي ما في اي معنى كثير للفحص تبعه، لانه فتره الحضانه يمكن تمتد لغايه يعني 14 يوم، لكن اغلب الحالات تم تشخيصها بين يوم السابع والعاشر. ده سألك سؤال دكتور، اسمح لي اسالك سؤال ورح نرجع للاجابه، لكن يعني بهذه النقطه دكتور، انت كم شخص خلطت اصيب بكورونا؟ انا الحمد لله ولا واحد حسب علمي، ولا واحد، وان شاء الله على طول. انا شخصيا خلطت بجوز 20 واحد. لو بدي اعطل 10 ايام بال20 200 يوم بداومش. في شروط المخالطه، هل خالطت الاشخاص كانوا ضمن افراد اسرتك؟ هل كانوا اشخاص معك دون التزام الكمامه ودون التباعد الاجتماعي بمكان مغلق لمده لا تقل عن 15 دقيقه؟ في شروط للمخالطه يعني. طيب، اهم الشروط التي تجعلني انتظر اكثر من يومين او ثلاثه حتى اقوم باجراء الفحص بشكل سريع مشان ارجع على النقطه الاساسيه. طيب، هو اذا كنت انت مثلا سلمت على شخص مصاب وما غسلت بايديك مباشره مثلا، او كنت في مكان مغلق مع شخص مصاب دون لبس كمامة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، أو كان أحد أفراد أسرتك مصاب بالمرض. هاي هي الأسباب الأساسية. رح أرجع معك دكتور، ماذا يعني ارتفاع أعداد الإصابات أو ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية من الفحوصات العشوائية التي سوف يتم القيام بها في الأيام القادمة؟ إذا احنا بدنا نطمع على مجتمعنا نعرف عدد الحالات اللي هم غير مشخص بمجتمع، المفروض عندنا هاي حتى يعني يكون وضعنا مطمئن، يجب ان تقل هاي النسبه عن 5%. طيب، وهيك بندل انه صار في عندنا تحديد للانتشار المجتمعي للفيروس. اذا كانت النسبه ايجابيه الاشخاص اللي حاليا مصابين وغير معروفين اقل من 5% احنا بنكون مطمئنين، لكن اذا كانت النسبه اكثر من 5% احنا بنكون غير مطمئنين على انه على التحكم في الفيروس وانتشاره بالمجتمع. طيب دكتور، ننتقل أنا وياك لموضوع آخر. كل هذا الحديث عن السلالة القديمة من كورونا، الآن في سلالة جديدة من كورونا، بريطانيا ظهرت فيها عدد من الحالات، دول أوروبية أغلقت الحدود مع بريطانيا، وعاد الخوف مجددا
من هذه السلالة الجديدة. كيف تقيم أنت دكتور منير الوضع بالنسبة للسلالة الجديدة علميا؟ والله علميا امبارح كنا في نقاش علمي، يعني كان معي الزميل الدكتور حامد الزعبي امبارح، يعني هو اخصائي فيروسات سرير ومخبري، بعض الزملاء كمان في المملكة المتحدة وفي فرنسا، يعني فيعني النقاش هاي الطفرة اللي صارت عندنا، التغيير السلالة الجديدة في الفيروس في المملكة المتحدة اثرت على بعض البروتينات السطحية وادت الى ان الفيروس بيقوم بهاجم الخلايا بطريقة اسرع وسرعة انتقاله اسرع من السلالة المعروفة. يعني طبعا هذا التغيير يعني الخوف منه خصوصا في الدول الاوروبيه، لان الدول الاوروبيه نسبه عدد السكان اكثر من 65 عام بتوصل ل 20 ل 25% من سكان المجتمع. زي ما شفنا عندنا بالاردن الحمد لله عدد الوفيات عندنا بالاردن كعدد اصابات كان اقل بكثير من الدول الاوروبيه، بسبب واحد انه نسبه السكان عندنا في الاردن، احنا مجتمعنا فتي بالدول بالاردن بالدول العربيه، فبالتالي كان اثر الفيروس علينا في الاردن الحمد لله اقل من الدول الاوروبيه مثلا او اليابان اللي فيها نسبه السكان اكثر من 65 عالي جدا. فعشان هيك كان كثير حذر من الدول الأوروبية مثل إيطاليا إنه أغلق الحدود مباشرة مع بريطانيا حتى يتوفر لهم معلومات علمية أكثر عن هاي السلالة. المعروف عن هاي السلالة عدة عوامل، يعني العامل الأول اللي هو إنه صار في تغييرات مش على البروتين الرئيسي اللي بيتم تصنيع العدد المطاعم إلها، البروتينات السطحية الأخرى، وساعد الفيروس إنه هاجم الخلية. النقطة الثانية اللي هي حاليا هاي التغييرات اللي صارت ممكن ما تأثر على إنه نعم سرعة انتشار الفيروس صارت أكثر، بوصل للناس أكثر، يعني فإنه يعني يمكن مسافة الأمان أو الكمامات ما بنعرف إنه تكون لها فائدة كبيرة هلأ المسافة الحالية، صار الفيروس أشرس في عملية الانتشار، لكن كأثر الفيروس على الشخص نفسه إنه ما لهلأ ما بنقدر نجزم إنه صار الفيروس أكثر خطورة مثل بيؤدي لوفاة أكثر من الفيروس المعروف حاليا أو السلالة المعروفة حاليا. بالنسبة لأثرها للمطاعم حاليا يعني المانيا وامريكا علقت مباشره على الموضوع انه يمكن ما راح ياثر على المطعوم، لكن انا عندي تحفظ على هذه النقطه لانه المطعوم فايزر هو الماني امريكي، لكن دول مثل فرنسا ايطاليا بريطانيا ابدت حذرها من هذا الموضوع. فبالتالي هلا علماء عندنا بيشتغلوا في على موضوع السلاله الجديده في عن طريق اكثر من طريقه، الطريقه الاولى هي علماء الفيروسات المخبريين يقومون حاليا بدراسه الاثر الاجسام المضاده عند المتعافين على الحيوانات وبيتم اعطائهم للمطعوم او الاجسام المضاده هاي وتعريضهم لهذا السلاله الجديده حتى يشوفوا هل بيصير عنده مناعه او لا من هاي عند حيوانات المختبر في من هاي السلاله الجديده او لا، حتى نشوف اثر هذا. هاي نتائج الدراسات على الحيوانات بتكون سريعه جدا، يعني خلال نعم. اسبوعين ثلاث بنعرف نتائجها. نعم. لكن بالنسبه للاشخاص للانسان هلا في المملكه المتحده زي ما بنعرف احنا انه في عمليه تلقيح واسعه، يعني ف على الانسان رح يصير التقييم على طريقتين، الطريقه الاولى في اشخاص كثير في بريطانيا اخذوا هلا المطعوم المطعوم شركه فايزر اللي بيشتغل على البروتينات السطحيه، فبالتالي رح يتم متابعه هل الاشخاص هاي خلال الاسابيع القادمه خصوصا بعد ما ياخذوا الجرعه الثانيه هل رح يصير عندهم مناعه او لا من هاي من المطعوم من هاي السلاله الجديده او لا. النقطه الثالثه هي يعني ممكن الفيروس مع الوقت يتم التغيير عليه يصير سلاله جديده ومختلفة، فبالتالي انه نحتاج احنا انه يعني تصير زي مثلا انفلونزا، هسه الانفلونزا المطعوم فيه اربع سلالات مختلفة، المطعوم الرباعي، فممكن اذا شفنا هاي السلالة انه مقاومة للمطعوم الحالي ممكن الشركات الادوية تطور من المطعوم الموجود حتى تصير انه المطاعم هاي بتأثر على السلالة كمان بتقاوم السلالة الجديدة. يعني طيب دكتور اسمح لي بسؤال بسؤال أخير، راح نتابع الحديث عن السلالة الجديدة مع ضيفي من الولايات المتحدة بعد قليل، لكن سؤال اليوم هناك اجتماع في الاجتماع طارئ في اللجنة الوطنية للأوبئة، ما هي أبرز محاور هذا الاجتماع؟ والله هو المحاور هو مناقشة السلالة الجديدة، يعني حتى نشوف شو الإجراءات ممكن نعملها نتخذها تجاه سرعة انتشار هذا الفيروس يعني في بريطانيا، وهل إنه كيف نقدر إحنا نحمي الأردن من تعرض لهاي السلالة، شو الإجراءات اللي نقدر نتبعها خصوصا لسه معنا كثير معلومات علمية عن هاي السلالة وأثرها على مثلا على عدد الوفيات وأثرها في الاستجابة للمطعم. ما هي أبرز الإجراءات المتوقعة أو المقترحة أو المطروحة على الطاولة؟ يعني اليوم راح تم نقاش، يعني انا عندي وجهه نظر معينه، يمكن يكون يعني في دول اتخذت قرار مثلا عدم السفر لبريطانيا، يعني يمكن نحكي انه لا يكون عندنا حجر لمده اسبوع 10 ايام، اتوقع انه يعني هاي النقطه يمكن تكون يعني مقبوله نوعا ما من ناحيه
علميه اكثر من انه نغلق الحدود، يعني خصوصا انه حاليا في عندنا سفر مستمر لغايه هاي اللحظه من بريطانيا، يمكن تكون السلاله صارت موجوده عندنا في الاردن حاليا. نعم، وفي حال وصلت هذه السلالة أو هي موجودة كما ذكرت، هل هناك خوف على القطاع الطبي على قدرته على التعامل مع سرعة الانتشار الكبيرة للسلالة الجديدة؟ والله احنا بنعول على هون على المواطنين بالتزام إجراءات السلام العام والتباعد الاجتماعي، حتى انه يعني يكون ما لها أثر كبير عندنا في المجتمع. التراخي باي لحظه الفيروس سواء السلاله القديمه او الجديده، في حاله التراخي باي لحظه بيرجع الفيروس يعني في اكثر شراسه، وهيك شفنا زي ما صار دول كثير بالعالم يعني. فاحنا بس الموضوع تحت المتابعه، الحمد لله هلا في عندنا قدره استيعابيه كبيره عندنا في الاردن، في عندنا مستشفيات ميدانيه الحمد لله كبيره، فبالتالي انه ان شاء الله انه يعني البلد قادر انها تستوعب عدد الحالات هاي الموجوده، وان شاء الله انه يكون في يعني تفاعل بين المواطن وبين الحكومه وبين الجهات الصحيه، حتى انه ما يصير عندنا لا سمح الله موجه جديده من هاي السلاله الجديده. نقول الله يستر من هاي السلاله الجديده ومن اي تطورات اخرى ممكن تصير على البروتين السطحي زي ما ذكرت دكتور منير. بدي اشكرك جدا على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من عمان عضو اللجنه الوطنيه للاوبئه الدكتور منير ابو هلال.